فاينل ساوند تيست، شو رايك تخبرنا ايش افطرت اليوم ابو زيد؟ والله انا كل يوم الصبح بفطر نفس الفطور، بيضتين مقليات مع توست تمام وما قدر الله من السيريال. يا سيدي ريتو الف صحه وعافيه، هذا الفطور الصحي على قلبك. اي والله صحتين. ريادي من بلادي، الحلقه 18 مع وليد تحبسم. أهلا وسهلا فيكم أصدقائي الرياديين في كل مكان بحلقة جديدة من برنامج ريادي من بلادي. وبرنامج ريادي من بلادي من البداية إحنا عملناه حتى نحفز الشباب ونعطيهم جرعة قوية من الإلهام والدافعية اللي بتساعدهم على التقدم والنجاح في حياتهم. وبصراحة أنا شايف أنه البرنامج صار يحفزني أنا شخصيا زيادة وزيادة لما أقابل الرياديين الرائعين اللي عم بتعرف عليهم بكل حلقة من برنامج ريادي من بلادي. واليوم معنا ضيف متميز من نوع خاص، معنا السيد وليد تحبسم، رئيس تنفيذي وشريك مؤسس في شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا ITG. طبعا للي ما بيعرف، المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا هي واحدة من أنجح شركات الاي تي في الأردن وفي الشرق الأوسط، وحتى إن شاء الله تكون من أنجح شركات في العالم. لهم أسواق في 20 دولة وفروع في الأمريكا والسعودية. وإن شاء الله يعني هلا بنتعرف على قصتك أبو زيد معانا اليوم في ريادي من بلادي، ولأنا متأكد أنها قصة رائعة تستحق أن تروى. بس قبل ما أبلش، أنا لفت انتباهي أنه سيد وليد هو خريج جامعة اليرموك الأردنية والموجودة في إربد، وأنا لأنه من إربد فحسيت أنه يعني إحنا نوعا ما على موجة واحدة شابكين، فبدي أقول لك أهلا قرابة. هلا والله. هلا والله. وأهلا فيك في برنامجنا. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين إيديك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين إيديك. مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون، مش عيب إنك تكون إنسان بأي لون. العيب إنك تكون للغير مدد. سيد وليد، في البداية أنا بحب يعني أعطيك المجال أنه تعرفنا زيادة عن حالك وتخبرنا أكثر عن شغلك بطريقتك الخاصة، حتى من بعدها إن شاء الله ننطلق في برنامج ريادي من بلادي ونتعرف على رحلتك أكثر وأكثر. يا سيدي حياك الله، والله يمسيك بالخير، وأهلا بك في ITG وشرفتنا. وطبعا مجرد ذكرك لليرموك وإربد، أنت يعني حطيتني في خانة من الذكريات اللي دائما أنا زي ما قلت لك في البداية أنه بحب أتذكرها بطريقتي الخاصة. ما في شك أنه إربد والشمال واليرموك بشكل خاص إلها مركز خاص في قلبي وحنين هيك إلو شوق دائما. وزي ما ذكرت لك في البداية، أنا يعني بجوز قعدت 10 سنين ما رحت على إربد بعد ما تخرجت بالـ87، حتى أبقي تلك الذكريات بإطارها الخاص اللي كانت موجودة فيه. أتمنى إنه قطاع التعليم يرجع لوضعه القديم ويكون في نقلة نوعية جديدة، لأنه ما يميز الأردن وما ميز الأردن إن كان من باب الريادة ولا إن كان من باب التعليم والهندسة والطب وخلافه، هو العلم والتعليم. فالإنسان هو العنصر الأساسي تبع الأردن، والكابيتال رأس المال الأهم في المملكة الأردنية الهاشمية. وقيادات الأردن كلها دائما كانت تركز على هذا المجال، وأتمنى أنه التركيز يتم مرة تانية حتى نرجع لما كنا. عودة إلى سؤالك، أنا اسمي وليد تحبسم، والدي هو محمد جراش تحبسم، من مواليد عمان بسنة 67. شباب لسه ما شاء الله، يعني شباب القلب. أكيد. وطبعا زي ما ذكرت أنت خريج اليرموك، ودرست أنا في عمان مدرسة المرحلة الدراسية الأولى،
أسست شركتي مباشرة بعد ما طلعت من خلصت من الجامعة. درست سنة تقريبا في جامعة اليرموك، وبعد ذلك قمت بتأسيس الشركة. وطبعا من هذاك اليوم احنا في يعني انا برأس شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. عند تأسيس الشركة، الشركة كانت من اول يوم اهدافها انه تكون مقرها في الأردن، لكن أسواقها خارج الأردن. ولسبب طبيعي وسهل واضح، ما بده يعني ما بدك يكون معك PhD مشان تأخذ قرار بهذا الموضوع. السوفتوير وقطاع تكنولوجيا المعلومات لم يكن قطاعا يعني ناضجا بهذه الفترة، لكن بالمقابل البيئة الاستثمارية كانت في الأردن بيئة مناسبة، واحد. واثنين، وهاي جزء معلومة ما مش كتير من الناس بعرفوها، الأردن كان فيها حاضنة من سنة بداية الثمانينيات. لا هاي جديدة. وإحنا وأنا بكل فخر بقول أنا خريج حاضنة من حواضن اللي كانت موجودة في هذاك الوقت. تمام، اللي من خلالها شافت فكرة إلها تأثير كتير كبير إيجابي. ومجرد ما تم الاقتناع في هذه الفكرة صار في إنشاء شركة، وهاي الشركة كان الغاية من وراها تصدير تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية، اللي قعدنا حوالي 10 سنين، أكشلي مش حوالي، من 1989 ل 1999 منصدر تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية من خلال ألمانيا، لحد 1999 لما أخذنا قرار أنه إحنا نركز على أسواق مختلفة غير أوروبا من خلال قطاعين أساسيين كنا نعتقد أنهم رح يكون في لهم أثر كبير على قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن بشكل عام، وعلى ازدهار شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا بشكل خاص. وهدول القطاعين اللي هو قطاع التعليم الإلكتروني وقطاع الحكومة الإلكترونية. وهذا هو يعني أنا أكيد في عندك أسئلة راح تسألها أكيد. اللي راح تخلينا نغوص بالتفاصيل تبعت هذه المسيرة أكيد. لكن هاي مسيرة 25 سنة، وأنا الحمد لله يعني دائما نفتخر أنه إحنا شركة أردنية زي ما أقول بعقول وسواعد أردنية. وهذا الكوت مش لإلي، هذا أنا بتذكره لما طلعت شركة LG في الأردن هون، وكانت تبيع التلفزيونات المصنوعة في الأردن من عند الخليلي، درويش الخليلي، بتذكر بهذيك الأيام طلعوا بها السلوغن هذا اللي أنا خلاني ما أرضى أشتري لما تزوجت تلفزيون غير تلفزيون LG، وظلوا شغال 12 سنة. فعقول وسواعد أردنية مش إشي جديد، كواليتي منيحة وإنتاج كويس من بداية الثمانينات، وأنا بعرف إنه في عنا إشي بعقول وسواعد أردنية بشكل كتير كويس. رائع. وأكيد إحنا لما نحكي عن العقول والسواعد الأردنية، الملفت دائما للنظر سيد وليد إنه فعلا العقول الأردنية تتميز إنه فيها الخامة الانتلكتشوال اللي عنا قوية جدا، والدليل إذا بنطلع حوالينا ومنشوف النجاحات اللي بتصير الأردنيين والعرب خارج الدول العربية. فيمكن المشكلة في بيئة حاضنة للإبداع، في بيئة تدعم هذا الإبداع، ولكن من خلال برنامج رياد من بلادي أنا عم بشوف في ناس نجحوا رغم الظروف. فبالتالي ما في عذر لشاب أردني أو عربي أنه ينجح بغض النظر شو كانت الظروف. وعشان هيك إحنا بدنا نتعرف منك، يعني أنت دخلت في عالم الريادة بال89 بموضوع السوفتوير، يمكن ما كان في حدا يعرف شو هو سوفتوير. أنا بدي أحكي لك شغلتين في هذا الموضوع، وبجوز يكون القصتين طريفات. وأنا بتطلع خصوصا على القصة الأولى كما يعني كشيء من الفخر أكثر ما أنه يكون شيء من التحدي. زي ما ذكرت أنه أنا بأتي يعني أنا باجي من عيلة متوسطة من عوائل عمان. لما صارت القضية أنه أنا بدي أدرس في اليرموك، المصروف الأسبوعي ورقة حمراء. وإذا تغيرت الأوراق والألوان اليوم مشان نذكر هي 5 ليرات. بدك تروح فيها على إربد رايح جاي تيكت 75 قرش، هاي ليرة ونص راحوا قبل ما توصل إربد. بدك تأكل وتشرب وتنام وتدفع فاتورة الكهرباء بالورقة الحمراء بال3 ليرات ونص اللي ضلوا. فالظروف ما كانت يعني ملائمة بحيث أنه نيجي نقول كان في بحبوحة اللي من خلالها أنه الريادي لازم يطلع من 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 قضية يعني من عائلة بحبحة ماليا فقط. هذا الشق الأول. الشق الثاني، لما تأسست شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا تأسست ب $150. تمام.
اليوم حلو. قيمة شركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا تزيد عن 300 مليون دولار ما شاء الله. فأنت عمالك تحكي على قيمة مضافة، بجوز هذا نضطر أنه نتعامل معه بطريقة مختلفة مع قانون الضريبة لكن بالإطار الخاص بالإطار العام الظرف ليس هو ما يحكم خروجك بأفكار اللي تساعدك بحيث أنك أنت تنمو خارج نطاق البيئة اللي أنت موجود فيها. فالتحديات دائما أنا بتطلع عليها كفرص اللي من خلالها الواحد ممكن يبدأ، والتحدي ليس هو عبارة عن شيء بربطني لتحت وبشدني لتحت، بالعكس هو التحدي لازم يكون هو الشيء السلم اللي بخليني أطلع لفوق. وهذه هي القضية اللي أنا بحب أني أوصلها في هذا الموضوع. طيب. قلت لك في موضوعين، هذا الشق الأول وهذا فخر لي أبدا ما بستحي منه ولا بتضايق منه. في ناس كتير بقول لك يا أخي، أنا بتذكر لما كنا نروح نعمل بالجولة الأولى تبعت زيادة رأس مال الشركة باجتماعات لندن، تعرف بيكون هنالك نوع من التدريب إنه كيف تحكي مع الفينشر كابيتالز أو كيف تحكي مع البرايفت إكويتي فيرمز، إنه يا أخي قضية اليرموك هاي لا تشد عليها كتير. أنا دائما بقول بالعكس، هوم جرون دائما لازم يكون فخر لكل إنسان بغض النظر وين. مش ضروري أنت تكون خريج هارفارد مشان تقدر تطلع. طبعا لو كان إلي الفرصة أني أتخرج بهارفارد من هارفارد أكيد ما كان رح أقول لا، لكن هذه الظروف اللي كانت موجودة وهذه الموارد اللي كانت متاحة ومن خلالها كان ممكن الواحد يطلع. الشق الثاني اللي كنت أحكي لك إياه اللي هو قضية التصدير. أنا ما جاي أقول لك أنه بال89 كنا نصدر تكنولوجيا المعلومات للسوق الأوروبية من خلال ألمانيا، فكان خط السفر هو عمان فرانكفورت وفرانكفورت بالباص لبون وكولون. أوكي. فأنا بتذكر كانوا يعني اللي يكونوا معي على الطيارة، اللي رايح يشتري سيارات، اللي رايح يشتري قطع غيار، وهذا شيء يعني جيد، لكن النقاش بعد الأكل، بتعرف اللي جنبك تعرف عليك ونتعرف عليه بدي يحكي بهالساعتين هدول يطق حنك. فأنا بتذكر دائما كانت القصة أنه شو بتعمل؟ والله أنا رايح أبيع سوفتوير بألمانيا. قصدك أنه بدك تستورد من ألمانيا؟ لا يا أخي أنا بصدر لألمانيا. يا أخي معلش يعني ما بتستحيش أنت، كلنا بنستورد من ألمانيا. يا حبيبي والله أنا بصدر لألمانيا. فهاي قضية كانت أنه الإنسان دائما عندنا مركب النقص أنه أنا ما بقدر أعمل. فهون دائما بقول أنا بالعكس، الواحد لازم يكون عنده الثقة بنفسه، عرفت علي؟ وإذا سمح المجال بتحدث عن أول زيارة رحت فيها ألمانيا، كيف كان مستوى ال- 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 الثقة، يعني إذا بنقول كانت 2 سنتي، وكيف بعد ما انتهت المقابلة صار ارتفع بشكل، لأنه شوف التقدير الناس ما في شك للإنجاز. ما في شك. نعم. ما في شك. نعم. طيب احنا وبنتحدث عن النجاح سيد وليد، وما شاء الله نجاح المجموعة المتكاملة ITG يعني بجهودكم وبسواعد أردنية زي ما حكيت لنا وصل لهالمواصيل، بدنا تخبرنا شو هو تعريفك للنجاح؟ شوف، النجاح هو الوصول للهدف بغض النظر شو الهدف اللي انت بتحطه أمامك. أحيانا بيجوز انت هدفك انك تصحى الصبح وتكون نشيط وتطلع تركض لك 2-3 كيلو، وفي غيره ناس بيجوا لك انا بدي اركض 10 كيلو، تمام. وفي النجاح واحد بقول لك انا بدي اصير احسن شركة واكبر شركة في العالم مثلا. اوكي. في 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 نجاح على المستوى الشخصي وطموح على المستوى الشخصي، وفي نجاح وطموح على المستوى البروفيشنال. فبعتمد، انا بعتقد انه ما في هنالك مقياس واحد او مسطره واحده اللي تدلني او ايش احط الخطه للنجاح تبعتي. ولكن هي القضيه مرتبطه بايش انا بدي وشو طموحي في هذه الحياه وشو الطريق اللي انا بدي اعمله منشان او احطه منشان اقدر اوصل للاهداف اللي انا حاططها حتى اقول اني نجحت ولا ما نجحت. وهذا بخليني انا افوت في المثل اللي دائما بحكي للشباب عندي هون، ما في مسطرتين في الدنيا. اللي بيعمل مسطرتين هو إنسان بده يعمل لنفسه قيمة أكبر من حجمه. في مسطرة واحدة في العالم، وأنا بقيس نفسي على هذه المسطرة. أنا بفضل يكون ترتيبي 500 على مستوى العالم ولا أجي أقول أنا رقم 3 على مستوى الأردن. لأنه التنازل في 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 الحدود الجغرافية وبالحدود الاقتصادية، تمام، هذا بدل على قصور. فليش احنا نقعد نقول والله انا طموحي اني اكون ماشي، اوكي طموحي اكون احسن شركه في الاردن فاين، بس وين انت ترتيبك على مستوى العالم؟ وهون النقطه، اذا نستعمل مسطره واحده، انا بعتقد انه بصير كل انسان يعرف حجمه الطبيعي، واحد، واثنين يقدر يعرف وين بده يوصل بالاطار الصحيح. تمام. انت هنا بكلامك سيد وليد ذكرتني باحدى المقولات، انا بحكي لك
المشكلة مش بالناس اللي يعني they aim too high وthey miss، مش بالناس اللي بيكون أهدافهم كبيرة كثير وبخطئوها، بس المشكلة بالناس اللي بتكون أهدافهم كثير قليلة وكثير صغيرة وبيحققوها. فإحنا ليش دايما فعلا ما يكون عندنا طموح كبير ويكون يعني الرؤية عندنا على مستوى العالم؟ جلالة الملك عبد الله الله يطول عمره كان دايما يقول في اللقاءات اللي منشوفها أو منحضرها، تمام، raise the bar، ارفع الطموح اللي أنت بدك إياه، خلي التارجت يكون أعلى من همتك اللي أنت بتقدر عليها بالضبط، ولو أنه ب5% 3% ولو 1%، تمام، بحيث أنه دائما الهمة تكون شديدة ومشحودة بحيث أنه أنا أقدر ألحق وراها. دائما ما في شك هي المشكلة بالطموح القليل، بحيث أنه لأنه مرة تانية نرجع لموضوع الرضا النفسي، أنه أنا مشان أرضى عن نفسي بحط طموح قليل وبالتالي بقول أنه I achieved my goals وانتهى الموضوع، برضي غروري ذاتي، أرضيت غروري وأرضيت نفسي وأرضيت ذاتي. لكن أنا على قناعة مطلقة أنه اللي بيقدر يقوم بX عنده القدرة أنه يعمل 10X، لكن think big. صحيح. وهنا أصدقائنا الرياديين وأكيد أصدقائنا عشيرة الرياديين كلهم المحبين للريادة بيعرف أنه الريادي الناجح بده يكون ناجح في كل المجالات. يعني مش معقول واحد ناجح في شيء معين وفاشل بجوانب أخرى إلا ما يكون في تقصير. فالريادي في عنده نوع من التكامل، فبتكون أنت ناجح في شغلك، بتهتم في صحتك، ناجح مع أسرتك، ناجح اجتماعيا في كل هاي المجالات. واللي يعني بيلعبوا رياضة وبيلعبوا كمال أجسام بيعرف شو أهمية الستريتشنج، قديش مهم أنه اليوم أنا بدي أزيد ولو 100 جرام، ولو بدي أزيد كيلو على الجهد اللي ببذله، ولا بالنهاية العضلة ما بتتطور. صحيح. وبضل أنا محلي. يعني صحيح. التدريب ما بفيد ولا شيء. يعني ما في شك الكمال لله، لكن إحنا منقول دائما السعي، إن سعي الإنسان إنه يوصل لمرحلة الكمال هاي غريزة محطوطة فينا أكيد، لكن الوصول لها القاعدة معروفة، الكمال لله رب العالمين. وأنا أتمنى إنه نكون يعني إنه الإنسان يقدر يوصل لمرحلة إنه يكون ناجح في بيته، ويكون ناجح في عمله، ويكون ناجح اجتماعيا، ويكون ناجح اقتصاديا. لكن مرة تانية التحديات دائما موجودة، ما في شك في هذا الموضوع. وقضية إنه أنت يعني الإنسان يفكر زي ما يقولوا to think big، وبالتالي raise the bar، وبالتالي يروح ورا الأهداف اللي هي يعني ما تكون محدودة فقط في موضوع البيئة وموضوع التمويل اللي متوفر، لكن بالمقابل كمان ما يغامر لدرجة إنه يخسر كل شيء. صحيح. وهنا نقطة كتير مهمة في موضوع الريادة، إنه الإنسان يعني زي ما يقولوا calculated risk أكتر ما إنه، وهاي هي السياسة اللي تبعناها إحنا في المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. إحنا بنتحدث عن مرحلة مفصلية بسنة 99. نعم. في إلها هدف وإلها أساس ضمن الإطار اللي إحنا عمالنا بنحكي فيه. والهدف والأساس اللي ضمن الإطار اللي إحنا بنحكي فيه إنه إحنا في بداية الأول 10 سنين من شغلنا كنا مش فقط إحنا نصدر، كنا نصدر وكنا نبيع الملكية الفكرية لمنتجاتنا. نعم. حتى نعمل عائد مادي أكبر. حتى نبني زي ما بسميها أنا دائما الكوشن أو المخدة هاي اللي بتخليني أنا أخذ ريسك أكتر. بال99 الحمد لله وصلنا لهذيك المرحلة، ومن هناك كانت الانطلاقة حتى إحنا نقدر نكبر بالشكل اللي كبرنا فيه. طيب سيد وليد، ونحن عم نتحدث عن رحلة نجاح رائعة لمجموعة ITG، وبنعرف أكيد أنه كل إنسان ناجح لابد أنه مر بلحظات فشل وإحباط. بدنا منك هلا تخبرنا عن واحدة من هاللحظات اللي لا زالت عالقة بذهنك مريت فيها خلال مسيرتك الريادية، والمهم كيف تعاملت معها وشو تعلمت منها. يعني الإحباط بجوز يكون أكثر من الفشل في 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 قضية أو في مسيرة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. وأنا بتذكر في بدايات في مرحلتين بتاريخ ITG. المرحلة الأولى كانت في بداية التسعينيات أو 89-90، والمرحلة الثانية بال99-2. يعني بالمرحلتين هذول، الأولى عند التأسيس لما بتذكر لما كنا نيجي نقول إنه أنا بدي أعمل software house يصدر تكنولوجيا المعلومات لبرا. فأنا بتذكر كان يجي دكتور في أحد النوادي اللي كنت أروح أسهر فيهم
أوكي، مش نادي ليلي ولكن نادي خريجين الجامعات البريطانية اللي كان في الويب دي هون. تمام، كان يجي بدون ذكر أسماء أو اسمه دكتور الله يسهل عليه ويذكره بالخير، أصبح صديق لاحقا، ولكن بهذاك الوقت كان يجي يقول أنتوا بدكم تعملوا سوفتوير تبيعوه في ألمانيا، الله أكبر. فيعني شو بتتخيل، شو بتتخيل مقدار الإحباط. بالعكس إحنا بالنسبة لنا اللي صار بعد سماع هذا الكلام كان يزيدنا إصرار إنه لا أنا بدنا نعمل وبدنا نساوي وبدنا نصدر وبدي أروح أحط على عينه كمان، عرفت علي؟ فهاي كان قضية كتير مهمة، الإحباط اللي بيجي من البيئة اللي حواليك هي اللي كانت يعني تزعل كتير، وأنا بقدر أقول لك إنه تركت آثار يعني جروح على 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 بجسدها المسيرة هاي اللي فعلا كان لليوم تقدر تشوفها. لكن مرة تانية هذه الأمور ما كانت يعني تحبطنا، بالعكس كانت تزيدنا إصرار إنه لا إحنا بدنا نقدر وبنقدر ورح نعمل ورح نفرج، والحمد لله يعني كانت الأمور كتير كويسة. نفس القضية في بالتسعة وتسعين لما قررنا إنه استثمارنا رح يكون في قطاع تكنولوجيا المعلومات، إحنا دخلنا في قطاع صعب، المنافسة فيه يعني شبه يعني قاتلة، بدك أموال طائلة كان في البداية، وإحنا بقدر أقول لك إنه من 99 ل 2003 استثمرنا ملايين الدولارات حتى نطلع بالمنتج الأول اللي هو لاحقا سميناه إديويف، بحيث إنه يخالف كل ما هو موجود في السوق، فلسفي كومبليتلي مختلفة. أوكي. الناس كانت تروح وراء المدارس، احنا كنا نروح وراء البلدان، الناس كانت بتروح وراء المدارس الخاصة، احنا رحنا وراء المدارس الحكومية، الناس كانت تقول لك يعني ديسكتوب أبليكيشن، احنا كنا نقول ويب بيست. تمام، الناس كانت تيجي تقول انه احنا بدنا نعمل هوستنج بسيرفر بمدرسة، احنا كنا نقول لا احنا بدنا نعمل كونكتيفيتي لثين كلاينت على داتا سنتر وبدو ينبنى، وبدنا نشبك كل المدارس عن طريق الانترنت مشان نقدم الخدمة. فأنت بطريقة غير مباشرة أنت بتحكي على الـ early vision of private cloud. وطبعا يعني زي صاحبنا اللي بال 89 انه مجنون. يعني انا بتذكر لما كنت احاضر في بعض المحاضرات اللي تحكي في هذه الخصوصية كانت الناس تضحك. وهنا القضية الإحباط اللي احنا بنحكي عنها، بحيث انه يعني الوضع بيصير شوي مزعج، لكن الحمد لله يعني مرة تانية البيئة انا بقول دائما والتحديات هي اللي مفروض تستعملها كسلم اللي تطلع عليها، بدل ما انه والله حفرة توقعك، لا سلم يطلعك. أكيد 100%. والإنسان الذكي الحكيم اللي بده يدخل بعالم الريادة بيعرف انه أنت بتقدر تستمد قوة من الإحباطات والكلمات اللي بتنرمى عليك، وكأنك أنت بتاخذ الحجار اللي قاعد الناس بيرموها عليك وبتعمل فيها البناء يعني تبعك. يعني طلعت أشطر مني بالتشبيه، فبالتالي يعني 100% بوافقك بهذا الكلام. الله يسعدك. وأنا أذكر يعني مؤخرا سمعت فيه بمقابلة لمؤسس باي بال بيحكي فيها أنه لما يكون في 99.9 بالـ10% من الناس بيقولوا انك انت مجنون بفكرتك اللي طرحتها او بخالفوا هاي الفكره، فانت يعني على مفترق طريق وعندك خيار من اثنين، يا اما فعلا انت مجنون يا اما انت راح تعمل شيء بيغير العالم. صحيح. ومن هنا بتنطلق الابداعات العظيمه، ودائما من التفكير الكبير ومن الطموح العالي بتيجي النتائج العظيمه، مش من التفكير المتواضع. اكيد احنا بدنا نفكر لقدام، بدنا نفكر لبعيد، وبدنا نتعامل مع الظروف المحيطة فينا 100%. بس كمان بنفس الوقت احنا لازم نتذكر دائما انه احنا جزء من نسيج مجتمعي اقتصادي، ان كان على مستوى البلد اللي بتعيش فيها ولا ان كان على مستوى المنطقة اللي بتعيش فيها. فانت ما بتقدر يكون كل الناس رياديين، أكيد. زي ما انه ما بتقدر يكون كل الناس موظفين، ما بتقدر يكون كل الناس تجار ونترك الأمور الأخرى وفيش مهنيين. فهذا النسيج لابد أن يكون جزء لا يتجزأ من التركيبة اللي إحنا عمالنا بنطلع فيها. لهالسبب هذا في ناس يعني بيقدر يكون ريادي لأنها متطلباتها كثيرة، بس ما بيقدر يكون مثلا مهني، عارف كيف؟ وكونه أنه أنت مش ريادي، وهنا بجزء السوء الفهم اللي عماله بصير، انه الريادي هو صاحب شركة،
أبداً لا، ما أبداً مش بالضرورة يكون الريادي فقط هو صاحب الشركة اللي طلع بفكرة وبعدين سوى شركة وباعها، أبداً. الإنسان ممكن يكون ريادي بوظيفته، الإنسان ممكن يكون بغض النظر هو كان معلم، هو كان مهني، إن كان هو صناعي، كان مهندس، إن كان طبيب. فالريادة موجودة في كل نواحي الحياة، حتى الإنسان ممكن يكون ريادي في بيته، تمام. كيف انت تزرع هالافكار الكويسه والايجابيه بعقول اولادك، كيف انت تتعامل مع زوجتك، كيف انت تتعامل. مش بالضروره انا اظني محصور بما تعلمته فقط بدون القدره على الابداع. فالابداع والرياده دائما موجوده بكل جوانب الحياه اكيد، وهي هي رساله ريادي من بلادي. احنا في البرنامج بنروج للرياده كاسلوب حياه، مش رياده الاعمال بمعناها الضيق، ولكن اكيد رياده الاعمال هي جزء من الرياده. فعشان هيك احنا دائما بندور على النوعيه، على الكواليتي، مش بالضروره الكميه. واملنا دائما انه كل الناس يكونوا رياديين، كل واحد في موقعه. 100% بأكد عليه أنت تفضلت فيه. وأخوي سائد، يعني إحنا مشان هيك نعتز باللي أنت عمالك بتقوم فيه، وبعتقد أنه هاي رسالة يعني كتير عظيمة، ورح يكون في إلها أثر كتير كبير على المجتمع وعلى الإخوان الرياديين اللي عم بيحاولوا أنه يطلعوا في هذه الرسالة إن شاء الله. أنت ذكرت موضوع الريادة كأسلوب حياة، أنا بأكد على هذا الموضوع وبقول لك أنه الريادة تبدأ من وين؟ من رأس الهرم. واليوم إذا أنت بتيجي بتطلع على المملكة الأردنية الهاشمية، بتطلع أنه رأس الهرم في المملكة الأردنية الهاشمية هو ريادي عظيم، تمام، يحاول قدر جهده ليلا نهارا، تمام، أنه يحسن في الوضع وضمن المعطيات اللي موجودة. مع فارق التشبيه، أنا باجي بقول لك يعني إذا المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا تأسست ب $150، أنا عمالي بقول لك الأردن تأسس بدون موارد طبيعية، تمام، ولكن تأسس على العلم والمعرفة وعلى الريادة، وهذا هو العنصر الأساسي اللي خلانا إحنا نمشي لقدام، وحتى نقدر إحنا نتميز بالمنطقة اللي إحنا موجودين فيها، ومرة تانية على المسطرة العالمية على مستوى العالم. أصلاً. اليوم كل فش إنسان إلا بيعرف الأردن وبيعرف وين الأردن وشو بيعمل الأردن. وإن شاء الله إحنا بنتمنى لكم في ITG المزيد من التقدم والنجاح، وبنسعد دائما لما نشوف النماذج الناجحة، لأنه بنجاحك يمكن بتلهم آلاف الشباب اللي ضايعين نوعا ما، بتلاقي ما في بوصلة تلهمهم، ولكن لما يشوف نموذج ناجح ويعرف أنه في حدا زيه بلش من مكان مشابه وحقق النجاحات هاي، هو كمان بصير يطلع بحياته كيف أنا بقدر أحسن وأطور وأنجح في حياتي كمان وكمان. طيب سيد وليد، أكيد مثل ما في لحظات فشل، أكيد في لحظات إنجاز وفي لحظات فخر، فبدنا الآن تخبرنا يعني واحدة من هاللحظات المضيئة اللي مرت معكم في مسيرتكم في ITG، وتخبرنا أكثر عن هاي اللحظة وكيف تعاملتوا معها أو وكيف نقلتكم للأمام. يعني الحمد لله لحظات النجاح كثيرة في 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 مسيرة ITG، لكن إذا بدي أذكر منها بذكر منها أنا شغلتين ثلاثة، بجوز واحدة منهم كانت واحد لقاء مع CTO تبع أبل ماكنتوش at that time، وجابوا وكيل أبل في الأردن اللي هو بيت قعوار كان عم بزورهم، فمين عم بطور systems وsolutions على الأبل ماكنتوش كنا إحنا. اللي صار انه بعد ما لقائي معه والحديث عن ايش احنا بنعمل ومفاجأته اللي بالاول بتعرف هاي نظرات الشك، انه احنا عمالنا بنشتغل على artificial intelligent parser، وما قدر يصدق الا لما جرب الالجوريثم بيده وقال انا بعطيك اسبوع او اسبوعين ماكسيموم، اذا ما بتروح تعمل patent لهذا الموضوع انا باخده منك. فهذا يعني أعطانا الحمد لله يعني هيك زي ما يقولوا دفعة معنوية هائلة، ما إجانا فلوس منها، لكن بالمقابل هاي أعطتنا يعني دفعة معنوية لأن إحنا نمشي. وهذا كان وقتها بتذكر أول باتنت تسجل باسمي واسم المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا. هذا شق. لحظة تانية كانت كتير مهمة وكتير حساسة أنا بتاريخي وتاريخ المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، اللي هي لما وقعنا العقد الأول للإديويف مع وزارة التربية والتعليم في الأردن. الناس بفكروا إنه كونه إنه إحنا شركة أردنية ووزارة التربية والتعليم في الأردن فتحصيل حاصل وعملية سهلة. الله يسهل عليه معالي أبو إبراهيم، كان يعني أصعب زبون
بتاريخي أنا تعاملت معه في البداية، لكن الحمد لله بعد قصة النجاح اللي صارت في وزارة التربية والتعليم بال2003 معالي أبو إبراهيم صار هو يعني زي ما يقولوا أحسن واحد بعمل بروموشن للمجموعة المتكاملة والأديو ويف على مستوى العالم، فالله يجزيه الخير. وأنا بتذكر تحفظاته كانت لاهتمامه في قطاع التعليم وخوفه أنه لا سمح الله شركة صغيرة مثل ITG at that time بهذاك الوقت أنه ما تقدر تقوم بالمهمة المطلوبة، لكن الحمد لله يعني بالتعاون ما والشراكة الحقيقية ما بين القطاع العام والقطاع الخاص ممثلة بوزارة التربية والتعليم ووزارة التخطيط ووزارة الاتصالات وشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، الحمد لله استطعنا أنه نعمل قصة نجاح عظيمة. كل قصة نجاح وكل مشروع ريادي بلش من فكرة، وبتعرف دائما في عالم الريادة الفكرة هاي منصورها وكأنها لمبة ضوت، وصار يركض الريادي اجته كان يتمشى، كان بالحمام، كان في اي مكان، واجى ضوت عنده اللمبه هاي وبلش ينفذ. نعم. بالفكره. فبدنا تحكي لنا عن اللمبه اللي وراء قصه ITG وكيف يعني الخطوات العمليه ابو زيد اللي اتخذتوها حتى تحول الفكره لشيء او منتج او مشروع فعلي. يعني بدايه انا بتمنى انه كان في لمبه، بس ما كان في، ما كان يعني في لمبه، بجوز كان في ثريا، بجوز كان في، بس لا والله ما كان في لمبه. شوف، وبجوز هذا يكون جزء من المفهوم الخاطئ عن موضوع الرياده. الرياده ليست هي فكره تاتي وبتروح تكتبها على ورقة وبعدين بتصير مليونير. أبدا. الريادة هي عبارة عن فكرة تطلع وبتفشل، فكرة تانية بتطلع وبتفشل على نقيض الفكرة الأولى والثانية، وعدة أفكار بتطلع وبتروح وما بتزبط لحتى ما تطلع أنت في شيء اللي وصلك للقضية اللي أنت قد تكون أنك نجحت فيها. هذا شو معناته؟ هذا معناته أنه this is a process. This is not a switch. Okay. ما هي قضية كبسة بتكبسها كنت أنا موظف صرت ريادي، ولكن هي عبارة عن process مليء بالصعوبات. أنا أعطيك مثال هيك عينة عن حياتي كيف كانت بسنة بين 89 لحد بجوز قبل كم من سنة. 18 ساعة شغل باليوم. مش 8، 18 ساعة شغل في اليوم. تحدي باللغة الإنجليزية، بتروح ما كان في سيارة، تروح مشي، كان مكتبنا في شميساني لجبل الويبدة، الحجة الله يطول عمرها ويعطيها الصحة بتكون حاطة صينية الغداء اللي هو الفجر، أنت عرفت علي، تصلي الفجر تأكل هاللقمتين اللي بدك تأكلهم، وأنا عم بحضر فيلم بدون سبتايتلز مشان أقوي إنجليزياتي، عرفت علي. الساعة 8:30 بالمكتب، ما في ترويح على الغداء، ما في اليوم بدنا نروح إجازة، ما في مش عارف، يعني عمل شاق. بدون العمل الشاق ما في سفر طول الوقت. الناس بتفكر إيه ما أنت بتسافر، لا يا أخي ماشي، ما هو السفر كمان يعني قطعة من النار، صعب السفر وعليه ضغط، فيه بشكل ضغط نفسي وضغط جسدي، عرفت علي، اللي بدك تتعامل معه. فالريادة مش نزهة في بستان، الريادة عبارة عن بالعكس تماما. أنا بقول دائما الوظيفة اللي بده يرتاح بتوظف، اللي بده يتعب حاله ويتعب عيلته معه بصير ريادي، لكن المردود بالمقابل كمان إن كان نفسي ولا إن كان اجتماعي ولا إن كان مادي المفروض يكون كتير أكبر وأحسن. أكيد. وهنا ولهالسبب هذا إحنا بنقول لكل إنسان عنده القدرة إنه يكون ريادي ويكون صاحب فكرة ويقدر يمشي فيها، وعنده القدرة إنه يتحمل الريسك اللي تابع لها القضية هاي بحيث إنه ما تحرق نفسك كمان، تمام، لابد إنك تمشي فيه. يعني هنا أتوقع إنه بتتفق مع المقولة اللي بتحكي، يعني there is no million dollar idea, there is a million dollar execution. 100%. الفكرة ما بتسوى شيء لو ما في وراها متابعة وعمل شاق وجهد. أبداً. وبدك فعلا تطلع الفكرة هاي من حيز الأفكار إلى الحيز الفعلي اللي هو شركة ناجحة أو منتج ناجح. عشان هيك سيد وليد أكبر مكان في العالم موجودة فيه الأفكار الرائعة واللي كان ممكن فعلا أنها تعمل شركات عظيمة في العالم هي المقابر، لأنه ناس أخذوا أفكارهم وما عملوا شيء
حتى يحول الفكرة هاي لشيء ملموس على أرض الواقع. وهنا يعني بعد ما مرينا على لحظات من مسيرتك الريادية في الماضي والحاضر، بدنا نعرف في اليوم شو اللي بيحفز السيد وليد حبسم على العمل والإنجاز؟ شو في شيء هلا بيخليك تتحفز أنك تصحى كل يوم الصبح وتقول أنا اليوم بدي أروح على الشغل؟ بالسابق كان أنا كنت يعني زي ما يقولوا عنصر أو عضو فعال جدا في إنتاجية ITG من المنتج الرئيسي اللي إحنا بننتجه له السوفتوير. أنا كنت ببرمج بنفسي، كنت بكتب algorithms بنفسي، وهذا كان يحفزني زمان كتير. الحمد لله مع بناء الـ يعني الـ الشركة بالطريقة الصحيحة، اليوم هذه الأمور كلها تتابع من أفراد أنا بعتز فيهم وبعتقد أنهم هم من سر نجاح المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، إن كانوا شركاء ولا إن كانوا موظفين صغارا كانوا أم كبارا. اليوم أنا بالنسبة إلي ك يعني رئيس التنفيذي لشركة المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، تركيزي الأكبر على كيف أنا بقدر أكبر المجموعة بحيث أنها تصبح شركة عالمية بالمفهوم، ليس فقط بمفهوم الدول اللي منصدر لها ونتعامل معها، ولكن من مفهوم الحجم، بحيث أنه ننقل الشركة من حجمها الطبيعي اللي هي موجودة فيه اليوم من خلال استثمارات ومن خلال برامج إحنا عم نقوم فيها، بحيث أنه تصبح أكبر مزود لخدمة التعليم الإلكتروني في قطاع التعليم الأساسي على مستوى العالم. وهذا هو العنصر الأساسي اللي أنا كل يوم الصبح بصحى وبقول إنه this is what I need to do، ويلا وين وصلنا وإيش عملنا وين الاستراتيجية اللي تابعة لهذا الموضوع، طبعا بالإضافة لمتابعة المنتجات اللي إحنا عمانا منقوم فيها ومنزودها ومنحسنها يوم بيوم. يعني بعد 26 سنة هل تعتقد إنه حضرتك طلعت من الحلقة المفرغة اللي يمكن بيقضي فيها كثير من الرياديين جزء من حياتهم، اللي هو أنت بتشتغل on your business مش in your business، أنت الآن شغال على شركتك مش في شركتك؟ يعني أنا بيعجبني المصطلحات اللي عمالك بتتفضل فيها، وهذا بدل على وعي وبدل على فهم يعني مناسب جدا لموضوع الريادة وموضوع كيف الإنسان ممكن يتعامل مع الموضوع. هلا هنا في عدة مدارس في هذه القضية. في ناس بيجي بقول لك إنه، وأنا بتبع، أنا واحد من اللي بنتموا للمدرسة هاي اللي بدي أحكي عنها الأولى، إنه لابد إنك أنت تكون عارف بالأمر أو بالمنتج اللي أنت بدك تقوم فيه كمشروع أو كشركة. أنا واحد من الناس، معظم برامج المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا بأول 10 سنوات أنا اللي كنت أكتبها في إيدي، أوكي، ومعظم الأفكار كانت تطلع من عندي، عرفت علي؟ لكن أنت ما بتستطيع أنك أنت تكبر مؤسستك وتكبر شركتك وتكبر مجموعتك بأنك أنت تكون عنق الزجاجة. صحيح. فمجرد ما كنت أنت أصبحت عنق الزجاجة، معناته صفى طموح المؤسسة والشركة اللي أنت بتشتغل فيها هو مرتبط بقدراتك العقلية والجسدية، وهون عرفت علي كيف؟ أنا بقول أنه منبلش هيك لأنه هذا بيساعدني على فهم الموضوع، وأنا بعتقد أنه ما في ريادة بدون ثقة. صحيح. والثقة لا تأتي إلا بالمعرفة أبداً. هلأ في مدرسة تانية بتقول لك لا يا أخي، أنت ممكن يكون عندك الفكرة وتجيب الناس اللي يساعدوك في هذا الموضوع، بحيث أنه أنت تمشي وتبلش، يعني بدل ما تكون إن من أول يوم تكون أون، عرفت علي كيف، من أول يوم. فاين، لكن هي اختلاف مدارس واختلاف يعني وجهات نظر. أنا واحد من الناس اللي بعتقد أنه كل ما كان الإنسان هو من بإيده بالأول بلش شغلته، قدرته على أنه يكمل بتكون بجوز تكون أكثر وأصعب، أكثر وأسهل يعني. وهنا يمكن في مجال الـ IT أو السوفتوير بتحضرني أيضا كلمة حكاها ستيف جوبز في إحدى مقابلاته، وإحنا طالما حكينا عن أبل، أنه بعد كل هالعمر وإنت يعني عم بتدير شركة أبل العالمية، أنت بتشتغل هلأ في إيدك ولا يعني بطلت خلاص، أنت صرت بجانب الإدارة والاستراتيجية؟ فحكى لهم أنا لأنه كنت أشتغل في إيدي الآن، أنا I know the terrain، أنا بعرف الأرض، فأنا بعرف شو هو ممكن، يعني إيش الممكن وإيش اللي مش ممكن، فلذلك أنا لما أطلب شيء من الموظفين عندي أنا عارف إنه هذا it's possible. يعني 100% هذا الطرح صحيح، وهذا بجوز هو الأساس بالمدرسة الأولى اللي أنا ذكرت لك إياها.
اليوم نفس القضية. لما أجي أقول إنه أنا في يعني تركيزي أكبر على القضايا الأخرى الاستراتيجية لا يعني إنه أنا ما عمالي بفوت كمان في الأمور الأخرى، لكن دخولي في هذه الأمور الأخرى، يعني أنا بجلس مع فريق تطوير المنتجات مرة على الأقل بالشهر، نتحدث في تفاصيل أحيانا بعض الشاشات اللي احنا بدنا نشتغل فيها، بعض الفيتشرز، بعض الفانكشنز، اليوزر اكسبيرينس كيف بده يكون وهكذا. وهي نقاط مهمه وحساسه لكن هي ليست اساسيه في جدول عملي اليومي، وهون النقطه المختلفه. ف100% وبالتالي لما تيجي تطلب ولما اطلب انا ويجي يقول لي بدها 3 أسابيع بقول له لا يا حبيبي هاي تنعمل باسبوع يعني فدير بالك. 100% الكلام صحيح. طيب سيد وليد انا كثير مستمتع اليوم بالحوار معك وفعلا يعني انا حاس حالي غواص في بحر كبير وعم نطلع منه الدرر. اهلا وسهلا. الله يسلمك. وهلا وصلنا للجوله السريعه في برنامج رياد من بلادي، ولكن قبل ما ندخل بالجوله السريعه خلينا ناخذ بريك صغير ونكمل ان شاء الله. ما تقوم يا صاحبي فينك ابدا ربك يعينك، ما تقوم يا صاحبي فينك ابدا ربك يعينك، يرويك عرق جبينك، تاكل من خير ايديك، تاكل من خير ايديك، ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد، ده الخير جواك اكيد والعزم لو يزيد، والايد تشد ايد حلمك يجري عليك، حلمك يجري عليك. فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك، فتح شبابيك عينيك، حلمك بقى بين ايديك، مش عيب انك تكون انسان باي لون، مش عيب انك تكون انسان باي لون، العيب انك في كل حلقة من حلقات برنامج رياد من بلادي رح نكتشف قصة ريادي متميز ونعرف كيف حقق نجاحه. كل حلقة رح تعطيكم جرعة مركزة من الإلهام والدافعية للتقدم والنجاح في حياتكم. إذا حبيت الفكرة وشايف إنها صادقة ومفيدة لمجتمعنا ابعث لي قصة نجاح أو شارك هاي الحلقة مع أصدقائك، يمكن يسمعوا فكرة واحدة جديدة تغير لهم حياتهم للأفضل ويكون إلك الفضل بعد رب العالمين. ما أجمل إحساسنا بالمسؤولية نحو أنفسنا وأصدقائنا وبلادنا. سيد وليد أهلا وسهلا فيك بالجولة السريعة. الله يحييك. طبعا الجولة السريعة من اسمها إحنا بنعطيك أسئلة سريعة نستنى منك إجابات سريعة وملهلبة، شو رأيك؟ يلا قبل ما تدخل في عالم الريادة، شو أول عقبة أو شيء كان مانعك أنك تصير ريادي؟ أني أفوت بالجامعة. كان صعب علي أني أفوت الجامعة، فكان لابد أنه يعني زي ما يقولوا أستعين بوالدي حتى يدخلني في الجامعة، وهذا كان أثر فيه كثير. فبتذكر خلال رحلة العودة من إربد إلى عمان، الله يطول عمر والدي ويزيل خير، وعدته وعد أنه هذا آخر طلب بطلبه منك في حياتي، والحمد لله هذا اللي كان، اللي هو انك انه ما راح اخليك تتوسط لي بشيء بعد اليوم. ولا راح اطلب منك اي شيء بعد اليوم. وهنا يمكن القرار او الوعد اللي وعدته لوالدك ساهم انك انت ما في شك تكون اكثر اصرار على ما في شك حدفك. ما في شك. الله يطول عمره والدي ما كان بيقصر باي شيء، ولو طلبت عيونه كان اعطاني اياهم، لكن انا بالنسبه لي حز بنفسي كثير انه هو اضطر انه يروح يطلب من احد شيء من شاني، فهذا كان صعب. طيب شو أسوأ قرار اتخذته في حياتك كريادي؟ يعني ما في قرار واحد سيء، هناك مجموعة قرارات، لكن دائما أنا بحز بنفسي أحد الأشخاص اللي أنا سمحت له يغادر الشركة، كنت بتمنى أنه ما يغادر وكان لازم ما أخليه يغادر تحت أي ظرف من ظروف. طيب شو أحسن قرار اتخذته بحياتك كريادي؟ أني بقيت في الأردن. أنا بعتقد أنه بقائي وقراري من البداية، مع أنه كل زملائي اللي درسوا معي بهذاك الوقت يعني كانوا بتطلع كل واحد كيف يطلع لبرا ويشتغل في الخليج، ولا زالوا يعني في كتير منهم راحوا، وفي منهم كتير رجعوا وانضموا للمجموعة المتكاملة للتكنولوجيا الحمد لله، لكن أنا بالنسبة لي الحمد لله يعني اتخاذ القرار كان خلاص إلهام من رب العالمين الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. طيب احكي لنا عن واحدة من عاداتك الشخصية اللي بتعتقد أنها ساهمت في نجاحك. بصحى بكير.
أي ساعة تقريبا؟ أنا بصحى بصلي الفجر وضني قاعد. يا سلام عليك. وبنام قليل، بنام 4 ساعات بس هالأيام هاي شوي الثايرويد مأثر علي، الغدة الدرقية، فبنام شوي زيادة 5 ل6 ساعات. طيب متى بتحس أنك أكثر إنتاجية خلال صباحاً. اليوم أو الأسبوع؟ صباحا ما في شك. طيب شو أهم نصيحة تلقيتها في حياتك؟ أنا في أكثر من شخص بعتبره منتر لإلي في حياتي، لكن بتذكر أحد الأشخاص الله يذكره في بالخير، مستر أودي في ألمانيا. كنا بس نتعشى وأغلبه بطاولة الزهر، يقول علمناه على طاولة الزهر بلعبوا طاولة زهر في ألمانيا. أنا لعبت طاولة زهر فقط في ألمانيا. فأنا بتذكر كان تعرف نطلع نمشي. نعم. فبأحدى المرات كان يطلع علي ويقول لي شو شايف بهذا الجسر، بقول له مدهون منيح، قال لي اطلع عليه من تحت، وفعلا خلاني أنزل على ركبي وأطلع على الجسر من تحت. قال لي اطلع عليه كيف مدهون من تحت زي ما هو مدهون من فوق. This is what made Germany Germany. أوكي. أنه أنت ما تنتبه فقط على الأمور الظاهرة، انتبه على كل الأمور الأخرى، وهذا بيساعدك على النجاح وما في شك. وهاي رسالة يعني دائما أنا بس يعني زي ما يقولوا حاططها حلق في وداني وماشي على هذا الأساس. وأكيد وإحنا هم من هون بندعو أصدقائنا في كل مكان، عشيرة رياديين إحنا بنسميهم مستمعين برنامجنا، إنهم يطلعوا على الجسر من تحت، يطلعوا على الدهان من تحت زي ما هو، ويضمنوا إنه دهانه من تحت زي ما هو دهانه من فوق. أكيد. والفينيشينج تبعه المخبى زي الظاهر. أكيد. وكل واحد الجسر بيعني له شيء مختلف. 100%. نعم. 100%. كل واحد له جسره. طيب لما تسمع كلمة ناجح مين هو أول شخص بيخطر على بالك؟ يعني صعب هذا السؤال، مش عارف، لكن ما في شك، مش عارف، جزء لازم تعيد السؤال. طيب خليني أعيده، مين بتعتبر أنهم يعني شخص قدوة بالنسبة لك أنت اقتديت فيه بحياتك، أو كان رول موديل بالنسبة لك وساعدك على النجاح؟ يعني أنا ذكرت حبيبنا وصاحبنا في ألمانيا، لكن بنفس الوقت أنا بذكر كمان الدكتور أمين بدر الدين اللي هو كان واحد من المؤسسين والسي او للإنكوبيتر اللي كان موجود في الأردن، اللي هو كان اسمه جوردن تكنولوجي جروب at that time. هذا إنسان أنا بالنسبة لي بعتقده لسه لليوم بقول له بوس، لأنه ما في شك أنه كان أثره كتير كبير على علي أنا شخصيا بداية، وطريقة عمله وما شاء الله عنه ونجاحه يعني بدل على شيء، بدل على أنه هاي البلد قادرة دائما أنها تطلع ناس رياديين وزعماء يعني اقتصاديين كتير كبار. الحمد لله. الحمد لله. طيب هل في كتاب معين أثر بحياتك تنصح فيه أصدقائنا المستمعين؟ يعني أنا بعتقد أنه القراءة يعني شيء أساسي، وكثير من الـ 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 للأسف الـ الـ الرياديين وغير الرياديين القراءة يعني مش على جدولهم اليومي أو الأسبوعي، وهذا للأسف يعني من الثقافة اللي إحنا عايشين فيها، ولا بد إنه هاي الثقافة تتغير. دائما أنا يعني بنبهر بشخصين لما أكون ماشي بالشارع وأشوف واحد موقف سيارته وحاط سجادة الصلاة وعم بيصلي، بشعرني إنه قديش أنا مقصر. وبالمقابل لما أكون في ترين ولا في باص ولا في طيارة وبشوف الكل قاعد بحضر فيلم إلا مجموعة صغيرة فاتحين كتب وقاعدين بيقروا. فهدول شغلتين دائما بتفرجيك قديش أنت صغير وقديش أنت مقصر وقديش الواحد لازم يتحرك لقدام. في كتب كتير كتير كويسة، وأنا بس لكن بنصح مثلا آخر كتاب ضمن الأحداث اللي إحنا عم بتمر فينا، ما لها علاقة في الريادة ولا لها علاقة في تكنولوجيا المعلومات، لكن كمان الأحداث اللي بتصير بهالوقت الحالي لابد أن الإنسان يوعى إلها ويكون يتعامل معها بالشكل الصحيح. كتاب اسمه Fields of Blood لأرمسترونغ. كتاب كتير عظيم، بيعطي وجهة نظر الغرب بالأحداث اللي عمالها بتصير اليوم، وكيف أنه ما يحدث ليس له علاقة في الإسلام وليس له علاقة في الدين، ولكن هو نزاع سياسي بحت ومراكز قوة كل واحد عماله بتهاوش عليها. يا سلام. هنا بس بدي أطلع شوي على النص وأقول فعلا أنه السيد وليد تحابسم، أنا لما طلعت على السيرة ذاتية وشفت أنه عاملين موقع تفسير اللي هو واحد من أكبر الموسوعات المختصة في تفسير القرآن أو الموسوعات القرآنية على الإنترنت، وأنت موجهه بلغات عديدة
على السواء للمسلمين ولغير المسلمين. حسيت فعلا انه كل واحد قادر يعمل تغيير ويعمل فرق ايجابي كل واحد من موقعه. وهنا بدنا نشكرك عليها يا سيدي. استغفر الله. الشكر لله أولا وآخرا، ولا أدعي أنه أنا صاحب الفكرة في هذا الموضوع، ولكن هو هذا أمر بدل كمشروع فازت فيه المجموعة المتكاملة للتكنولوجيا، وانتهى برسالة اجتماعية نتأمل على رب العالمين أنه يقبله كنوع من يعني من الصدقة الجارية إن شاء الله. بالنهاية الإنسان للشخص المؤمن لابد أنه يعرف أنه لازم يعمل لحياته ويعمل لآخرته بنفس الوقت، وبالتالي هذا لعل وعسى يكون شيء من عملنا لآخرتنا إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أبو زيد، لو بدك ترجع تعيد الرحلة من الصفر، كيف ممكن تبلش؟ هل في شيء أنت عملته بدك تغيره أو بدك تبلش من مكان مختلف؟ ولا بغير إشي زي ولا هي. بغير إشي أبدا. I think بجوز يكون يعني هذا الكلام زي ما نقوله boring to death أوكي. لكن إن ريالتي أنا فكرت في هذا الموضوع كتير. هل كان ممكن أقرر أني أبلش من مكان آخر؟ لا أعتقد. هل كان ممكن أني أقرر أني أنتقل لسوق قبل ما الوقت اللي أنا انتقلت فيه؟ كمان لا ما أظن. فالحمد لله I'm very satisfied بخطوات اللي مشينا فيها. فهناك بعض الأخطاء اللي ذكرناها يعني لكن لا تؤثر على المسيرة. فالحمد لله يعني من الوعد اللي أعطيته لأبوي على طريق إربد all the way لمشوار لندن تبع السنة الماضية، فما أظن فيه. ويبدو كل ريادي في رحلته لازم يكون في عنده وعد معين، سواء مع الآخرين، مع زي ما تفضلت مع والدك، أو وعد مع نفسه صحيح إنه بده ينجح. وهنا بتذكر كتاب وعد تحقق لسيد إليا نقل، يعني استضفنا سيد غسان معانا وحكينا هذا صديق كان وعزيز الكتاب وحبيبي الكتب اللي, نعم. اللي أثرت بحياته فعلا، وننصح فيه أصدقائنا المستمعين. إحنا شرفنا على نهاية رحلتنا معك اليوم سيد وليد، بس قبل ما نخلص بدنا منك نصيحة نهائية بتوجهها للشباب الأردني والشباب العربي بشكل عام، وبعد هيك تخبرنا شو هي أفضل طريقة نتواصل فيها معك ونحكي لك. الله يعطيك ألف عافية يا سيدي. أول شيء الله يعافيك، وأنا بشكرك على يعني هالمبادرة اللطيفة والجميلة، وأنا بعتقد كمان إنه عملك اللي هو ريادي بحد ذاته يتدل على شيء، فبدل على قدرتك على الريادة واحد، واثنين على إن شاء الله النجاح المستمر واحد. أنا نصيحتي للشباب إنه الكلام اللي ذكرته سابقا، الريادة مش مشوار ببستان زهور، الريادة عبارة عن عمل وجهد تمام لابد انه الانسان يقوم فيه حتى يقدر يوصل للي بده اياه. واحد، اثنين، حاول قدر الامكان انك تكون مبدع في ريادتك، يعني انك تشوف فكرة معمولة في مكان معين وتيجي تقلدها وتعملها في المنطقة اللي انت شغال فيها شيء عظيم، لكن الاعظم من ذلك انك انت تطلع بفكرة جديدة وبأسلوب عمل جديد وتكون أنت السباق فيه، بحيث أنه فعلا تكون القيمة المضافة كتير أكبر من أي شيء ممكن تعمله لما يكون في عملية نقل لأفكار معينة في أسواق أخرى للأسواق اللي إحنا موجودين فيها. وهذا هاي نقطة كتير مهمة وكتير حساسة، ولابد أنه إخواننا الرياديين، والريادة ترى ما لها علاقة في العمر. الناس بفكروا انه ريادي لازم ابلش عمري 16 سنة ولا لازم اكون واللي دائما انا بختلف مع كثير من الناس اللي بيحاضروا في قضية الريادة وبيحاولوا انهم يساعدوا الرياديين في هذه القضية، انه it is okay to fail. انا دائما بقول يعني ماشي الحال بس حاول ما تفشل، يعني ما مش القضية أني أنا أفوت ويصير عندي أنه because it is okay to fail معناته أنه يلا معلش أخبر أني أفشل. لا أبدا، بالعكس الفشل غير مقبول وغير، لكن إذا حصل لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا يكون هو ما يدمرني، بالعكس أنا زي ما حكينا بنمسكه حجر وبنحطه عرفت علي وبنطلع عليه خطوة لقدام، لكن ما يكون أنه هو عبارة عن كرت أخضر أنه أنا أقبل بالفشل. فقدر الإمكان أنه ما يكون الفشل كنوع من المخرج أو المهرب لعدم قدرتي أني أكمل. وبالنهاية أكبر وأعظم فشل هو الاستسلام. 100% ما في استسلام بالريادة. صحيح. طيب يعني هنا سؤال قبل أخير تفضل أبو زيد قبل ما نختم، لأنه أنت مطلع في مجال الريادة والشركات الحاضنة للريادة الآن، عندنا كثير شباب بتلاقي في عندهم أفكار، ومن وين يبلش؟
أول إشي يعني زمان بجوز كان في مؤسسة واحدة كانت ممكن تكون حاضنة للأعمال، اليوم بدال الوحدة في 10 وبدال 10 في 100، وقضية التمويل لم تعد التحدي الكبير، أبواب التمويل صارت متوفرة والحمد لله، وهذا طبعا بجهود جلالة الملك وسياسة البلد بحيث أنه توفر هذه البيئة بحيث أنها تصبح يعني عامل تغيير كبير في الثقافة الأردنية، بحيث أنه إحنا نخلق جيل جديد من الرياديين المبدعين اللي ينتجوا داخل البلد وخارج البلد. هذا شيء جيد، لكن بالمقابل لابد أنه قبل ما أي إنسان يقرر أنه أنا بدي أكون ريادي يكون عارف شو متطلبات الريادة، وعلى هذا الأساس أنه يعرف أنه عنده القدرة أنه يكمل فيها، وأنه هذا المشوار المليء بالصعوبات أنه أنا على استعداد أنه أنا وأهلي نقدر نتحمله حتى نقدر نوصل للهدف اللي بدنا إياه، ويقدر يحط 18 ساعة اللي مطلوبين يعني. ما في شك. طيب شو هي أفضل طريقة لأصدقائنا يتواصلوا فيها معك؟ يعني أنا أدوات الاتصال تبعتي معروفة، إيميلي هو w.tahbsom@itgsolutions.com، وطبعا موقعنا هو itgsolutions.com على الإنترنت، ومكاننا في 41 أحمد شوقي جبل الويبدة، اللي عنده أي استفسار ممكن أنه يتواصل معي عن طريق الإيميل أو عن طريق الزيارة، وأنا بكون يعني مسرور. لكن كل إنسان بفكر أنه عنده فكرة وبده يكبرها ويكبر فيها، إذا كانت في بداية الطريق في عندنا مؤسسة اسمها Oasis 500، يعني هي مبدعة في هذا المجال باحتضان المواهب واحتضان أصحاب الأفكار ودعمهم ماديا ومعنويا وتوفير البيئة المناسبة بحيث أنه يصبحوا قصص نجاح كبيرة. وفي عندنا Endeavor إذا كانوا قاطعين شوط في هذا الموضوع وبالتالي بدهم يكبروا خارج نطاق السوق اللي هم الموجودين فيه وخارج نطاق الحجم اللي هم الموجودين فيه من خلال أنه يصبحوا شركة عالمية كمان، هذا كمان متوفر. وكلاهما أنا بعرف ما بيقصروا يعني مع أي شخص ذكرا كان أم أنثى في هذا الموضوع. سيد وليد، أنا سعيد جدا بالحوار معك اليوم، وبشكرك جزيل الشكر على استضافتك إلنا في مكتبك وعلى الوقت الرائع اللي منحتنا إياه، وبتمنى أنه ما نكون أثقلنا عليك، وبعرف مشاغلك والتزاماتك الكثيرة. شكرا لك ويعطيك ألف عافية. شرفتني، والله يجزيك الخير ويعطيك الصحة ويقويك، وما شاء الله عنك يعني، وإن شاء الله نتمنى لك التوفيق، وإحنا وبتمنى أنه التواصل يضل مستمر بحيث أنه من خلالك نقدر نساعد قد ما نقدر. لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك، لا تقول شكلي وشكلك ولا مين أهلي وأهلك، من عاش لنفسه يهلك، بلدك محتاجة ليك، بلدك محتاجة ليك، حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك، حني بالشحم إيدك عملك يصبح وليدك، ولا غيرك يبقى سيدك، وتزيد القوة فيك، وتزيد القوة فيك، أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصون مكاننا، أول ما يدور مكاننا نحفظ ونصون مكاننا، والحلم هيبقى جنة، ونكون في الكون شريك، ونكون في الكون شريك. مش عيب انك تكون انسان بأي لون، مش عيب انك تكون انسان بأي لون، العيب انك تكون للغير مدد
شكرا جزيلا على استماعكم لحلقة اليوم من برنامج ريادي من بلادي. بإمكانكم زيارة الصفحة الخاصة بالبرنامج على الإنترنت www.saedyounis.com/riyadi RIYADI، ورح تلاقوا الملاحظات الخاصة بكل حلقة إضافة للروابط والكتب اللي ذكرناها. ولا تنسوا تسجلوا أسماءكم وإيميلاتكم حتى يوصلكم كل جديد من ريادي من بلادي. والآن صار وقت ننطلق في العالم ونحقق إنجازات عظيمة. رحلتكم الريادية بتنتظركم، خلينا نتعاون كلنا لنضوي الطريق ونصنع حاضر أفضل إلنا ومستقبل أجمل لأبنائنا. شكرا لاستماعكم ودعمكم، بحييكم جميعا وبتمنى لكم حياة رائعة. سائد يونس.